لا 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 لا. احب اقدم لكم الفي بي ان. ايه هي الفي بي ان؟ او فيرتشوال برايفت نتورك، هو ده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. معاكم محمد هيكلمكم في الموضوع ده، هنتكلم عن مميزاتها، هنتكلم عن انواعها، كل ده. خليني قبل ما نشرح نتكلم بس يعني ايه كلمه برايفت اصلا. برايفت يعني خاصه بيك انت، مش بتاعت حد تاني. بيتك مثلا دي حاجه برايفت ليك انت، ما بتسمحش لحد انه يخش بيتك الا ما يكون اوثرايزد او انت سمحت له بالموضوع ده. نفس الموضوع هنا، برايفت نتورك حاجه خاصه بيك انت، ما بتسمحش لحد انه يخشها الا باوامر منك انت. يعني نفترض ان دي لاين معينه، اللاين برضو تعتبر نوع من انواع البرايفت نتورك. ليه؟ لانها خاصه بيك انت، مش اي حد بيدخلها الا عن طريق الا ما يكون مسموح له بكده، سواء متوصل بقى بسويتش، متوصل براوتر على طول، يقدر يكونكت على سيرفر معين انت حاطه، WWHTTP سيرفر يعني، او FTP سيرفر او الكلام ده كله. دي برايفت خاصه بيك انت طول ما انت محقق الفيزيكال سيكيورتي، مش مخلي مثلا اي حد يقدر يحط اي كابل في اي سويتش عندك في الشركه ويقدر ياكسس على النتورك دي. كده تعتبر برايفت نتورك، انت حاميها وعاملها خاصه بيك انت وبالموظفين اللي عندك. حتى الايبيات اللي احنا بنستخدمها جوه بنسميها البرايفت اي بي ادرس. ليه؟ لان دي تابعه للنتورك بتاعتك البرايفت، ما حدش بيشوفها اصلا الايبيات دي، فبالتالي دي تعتبر برايفت نتورك. برضه شكل تاني من اشكال البرايفت نتورك، تخيلوا كده لو ده عندنا سايت 1، وسايت 1 ده بتاع الشركه بتاعتك انت، عندك شركه وعندك كذا برينج. سايت 1 ده انت عايز تكونكت بيه بسايت 2، سايت 2 ده مثلا في اليكس، وسايت 1 ده يعتبر في القاهره. نتيجه انك عايز تعمل برايفت نتورك ما بين الفرعين دول بتوع الشركه بتاعتك، ويبقى كانهم كونكت بالظبط مع بعض، كانهم في نفس المبنى اصلا. انت تقدر تعمل ده عن طريق الليزد لاين، ده هيبقى وان لينك انت واخده طبعا من السيرفيس بروفايدر بتاعك، والسيرفيس بروفايدر طبعا هو مش بتاعه، ده هو مأجره من الشركه المصريه للاتصالات، لان السيرفيس بروفايدر ما يقدرش يمد كابلات في اي حته الا بأمر الحكومه. فهو الحكومه بتقول له لا، ده انا الكابلات عندي المصريه للاتصالات طبعا، وبتقول له لا انت اجرها مني، وانت بترجع تاني تاجرها منه. فتخيلوا لو فرع الشركه ده في اليكس مثلا، والفرع التاني في القاهره. فانت لو عايز تعمل برايفت نتورك من الفرعين دول بتوعك بتوع الشركه بتاعتك، لازم تاخد ليست لاين من الاثنين. ودي برده تعتبر نوع او شكل من اشكال البرايفت نتورك اللي احنا بنتكلم فيها. متحقق لك امان، لان طبعا ما حدش يقدر ياكسس على النتورك بتاعتك، لانك ضامن السيرفيس بروفايدر ان الكابل ده ما مش محطوط في النص مثلا حد يقدر يكابشر الداتا او يعرف ايه اللي بيتبعت ما بين الفرع ده والفرع ده، نتيجه حساسيه الداتا اللي انت عايز تبعتها مثلا في الشركه بتاعتك. نيجي بقى نشرح كلمه فيرتشوال. وهميه يعني ايه كلمه وهميه دي؟ وهميه قال لك لا، انا مش هعمل لك الكلام ده كله، انا هعمل لك فيرتشوال او شبكه وهميه وتكون برايفت برضو من خلال الانترنت. هتقولي ازاي يا عم؟ ده انترنت بابليك نتورك، يعني في فيروسات، في هاكرز، في كل الكلام ده، انت ازاي هتعمل لي حاجه برايفت ليا انا من خلال البابليك انترنت؟ عن طريق الفيرتشوال برايفت نتورك، هو اللي احنا جايين نتكلم فيه. ان انا اعمل تانل كده وهميه تمشي فيها الداتا بين الفرعين بتوع الشركه بتاعتك، يعني لو ده سايت 2 وده سايت 1، هو ده اللي هيحصل. هعمل لك حاجه وهميه وتبقى سكيور جدا، ويتحقق فيها كل السكيورتي اللي انت عايزها من خلال التانل دي. طيب هي بس بتوفر السكيورتي؟ لا، هي بتوفر حاجات تانية كتير وليها فيتشرز كمان، بس احنا هنتكلم على السكيورتي بعد كده. هي دي الخطوات بتاعه السكيورتي اللي احنا هنتكلم فيها، بس خلينا نتكلم في نقطتين الاول. موضوع السكيلابيليتي يا جماعه، يعني ايه سكيلابيليتي؟ يعني الفي بي ان دي مش معتمده على عدد السايتس اللي انت عايز توصلهم ببعض. يعني ايه؟ يعني نفترض ان ده كان فيه سايت كمان وانت عايز توصلهم بسايت 3، وسايت 3 ده برضو الشركه بتاعتك، والسايت ده في اي حته تانية، يبقى انت لازم تعمل كمان ليست لاين ما بين اليكس اللي هو فرع السايت 1 وبين السايت 3، وطبعا هتدفع الفلوس تاني، وده بيعتمد على المسافه. لو قلنا دي اسوان، وقلنا دي اليكس، وقلنا دي برضو القاهره، وانت عايز توصل ما بين التلات فروع، شوف انت هتدفع قد ايه يا معلم عشان تعمل برايفت نتورك خاصه بيك انت، وتخلي الموظفين كانهم شايفين بعض، بيتكلموا مع بعض، ايا كان الموظف مكانه فين، موظف هنا، موظف هنا، موظف هنا، مش فارقه. شوف كميه الفلوس اللي انت هتدفعها كل شهر. هقول لك على حاجه كمان، افترض ان الفرع بتاعك في اليكس او في القاهره مثلا، والفرع التالت ده في دبي. انت هتعمل ليست لاين من هنا لحد دبي؟ لا طبعا مش هتعمل كده. الفيرتشوال برايفت نتورك قالت لك لا، تقدر تعمل تانل او تقدر تعمل برايفت نتورك بين اي سايتين مهما كان مكانهم في العالم. كل اللي انت محتاجه بس انترنت كونكشن من اي سيرفيس بروفايدر مهما كان هو مين. هو ده اللي انا بوفره لك، بعمل لك عمليه سكيلابيليتي. عدد اليوزر مش مهم، ايا كان مكان اليوزر ده، مجرد بس انه يقدر يكونكت انترنت، هوفر لك فيرتشوال برايفت نتورك وتكون سكيور جدا، وتحقق لك الامان المطلوب اللي انت عايزه. طيب الكوست يا جماعه، انت هتزود كوست عليا؟ لا، مش هتزود كوست عليك ولا حاجه. انت خلاص كده كده بتدفع كل شهر اشتراك الانترنت بتاعك، بس طبعا هتستخدم اجهزه معينه عشان تعمل موضوع البرايفت نتورك ده. طب ده كفى موضوع السايت تو سايت، على فكره ده بنسميها سايت تو سايت في بي ان. في موضوع تاني اسمه الريموت اكسس في بي ان. ايه موضوع الريموت اكسس في بي ان ده؟ ان انا اخلي اليوزر من البيت يقدر يشتغل كانه معايا في الشبكه بتاعه شغل بالظبط، الشركه بتاعتي. يعني نفترض ان ده شغال من البيت مثلا، ودي الشركه، ده فرع الشركه بتاعي اهو، والسيرفرات جوه والسويتشات والراوترات وكل حاجه جوه.
ودي موظفه جوه الشركه، مش هيبقى في فرق اي فرق بين الموظفه اللي شغاله جوه الشركه والراجل اللي بيكونكت من بره الشركه ده عن طريق كريدنشال معينه، يوزر نيم وباسورد مثلا، او ايا كان الوسيله اللي هيعمل بيها اوثنتيكيشن عشان اتحقق من هويته وهو داخل يكونكت عليا، يكونكت في الشبكه بتاعتي، وبالتالي اقدر اخليه اكسس الريسورسز اللي موجوده عندي في الشركه. وطبعا الريسورسز دي بتكون حاجه مهمه وحاجه برايفت، ما ينفعش اي حد يخش عليها، يبقى انا لازم اضمن هويه الراجل ده. بعد ما اضمن هويته اخليه يشتغل كانه بالظبط شغال في الشركه جوه، وده شغال في معظم الاجهزه، وده موجود في معظم الشركات الكبيره على فكره. مش لازم انا اجيب مكان واحط فيه 200 موظف، والموظفين دول اصلا ممكن يشتغل في بيته ويحقق لي كل الشغل اللي انا عايزه من غير ما يجي حتى الشركه، ولا يتعب نفسه في المواصلات، ولا زهق، ولا راحته تتقل. حتى في فريلانسرز وكذا شغل دلوقتي، والبرمجه كله شغال من البيت، الناس بيشتغل من البيت ويبعتوا الشغل بتاعهم على طريق الانترنت، ولو احتاجوا تولز معينه او ادوات معينه ممكن يخشوا جوه الشركه ياخدوها عشان يخلصوا بيهم شغلهم ده، يبقى لو كوست وسكيلابيليتي زي ما انتم شايفين. نيجي بقى نتكلم على موضوع السكيورتي اللي احنا هنحققه، اللي البرايفت نتورك ده هتحققه لك. يعني زي ما قلت لك الليز لاين ده كان حالك طبعا سكيورتي، لان مفيش حد مكونكت بالليز لاين ده، ده دايركت بوينت تو بوينت، مفيش حد كونكت في النص، فده كان محقق لك سكيورتي. ازاي بقى الفيرتشوال برايفت نتورك اللي انت بتكلمني عليها هتقدر تعمل لك نفس الموضوع؟ بسيطه خالص، خلينا نمسح كده واقول لك الخطوات اللي بيتم تطبيقها عشان نعمل موضوع السكيورتي ده. اول حاجه بنعمل حاجه اسمها اوثنتيكيشن، زي ما انتم عارفين ان انا عايز اتحقق من هويه الراجل ده، سواء بقى باسورد ويوزر نيم، سواء حاجه اسمها سيرتيفيكت، سواء بايومتريك، بصمه عين، بصمه ايد، وبكده انا ضمنت ان الراجل اللي هيخش ده هو فعلا الاثورايزد اللي المفروض يخش. طب حاجه تاني الانتجريتي، يعني ايه انتجريتي؟ ان انا اضمن سلامه وصول الداتا دي. سين ده الانترنت والراجل ده عايز يعمل تحويل بنكي للراجل ده ب $500 مثلا، $500 دول افرضوا كان فيه هاجر في النص وراح مغيرهم وعدلهم وخلاهم $50,000، والراجل ده فعلا رصيده يسمح انه يعمل تحويل بنكي بالرقم ده. تخيلوا $50,000 يا جماعه، الرقم تخيلوا $50,000 يا جماعه، الرقم اتغير ازاي؟ شوف الفرق ما بين $500 و $5,000. هنا ما كانش فيه انتجريتي، ما كانش فيه ضمان لسلامه ان الداتا توصل وهي ما حصلش فيها تعديل. الانتجريتي دي بقى بتضمن لك ان الداتا فعلا ما حصلش فيها تعديل. طب الموضوع ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل عن طريق الجوريزمز معينه. لو بت واحده اتغيرت في الداتا او حطينا صفر مثلا زي الموضوع اللي احنا شايفينه ده، انا هعمل تشيك على الداتا دي والاقي ان الداتا دي فعلا حصل فيها تعديل، وبالتالي تعتبر ايرور بالنسبه لي، ما ينفعش اوافق عليها ولا ينفع اوافق على التحويل البنك ده. يبقى الانتجريتي هي ضمان وصول الداتا بدون حدوث فيها اي تعديل. طب حاجه كمان بقى في موضوع السكيورتي، كونفيدنشاليتي. كونفيدنشاليتي يعني معناها السريه، ان الداتا بتاعتي تفضل برايفت، ما حدش يقدر يطلع عليها. يعني نفترض ان دي بتبعت ايميل ده بتقول له قابلني في المكان كذا، او انا ببعت لك معلومات حساسه عن الشركه بتاعتي، احنا داخلين مناقصه معينه وببعت لك كل الانفورميشن اللي لازمه. لو في هاكر في النص مثلا وقدر ياخد المعلومات دي ويستفيد بيها باي طريقه إن كانت، ده هيسبب مشكله عندي طبعا. لا، انا عايز الداتا بتاعتي دي تفضل برايفت. عن طريق ايه؟ عن طريق الكونفيدنشاليتي، ان انا هعمل انكريبشن، تشفير للداتا دي، بحيث حتى لو في هاكر باي طريقه إن كانت خد الداتا دي ما يعرفش يفهمها. حاجة زي سيم كده يا جماعة، أنا بكلمك بسيم، طول ما احنا بنتكلم بالسيم ده محدش يقدر يفهمنا، حتى لو هو سمع. يبقى confidentiality بشفر الداتا، بخليها برايفت، أي حد لو خدها ما يفهمش منها أي حاجة. نيجي بقى لآخر حاجة، الأنتي ريبلاي. الأنتي ريبلاي إن أنا مش عاوز حد يدخل في السيشن بتاعتي اللي أنا أنشأتها دلوقتي ويحاول يبعت لي أي معلومة مغلوطة، بمعنى إن ممكن دي بتبعت إيميل ده، بمعنى إن ممكن الكلاينت ده بيبعت معلومة للكلاينت ده، حد يدخل في النص ويحاول يعمل هاكينج على السيشن دي. يبعت اي معلومات في النص مثلا، بيبعت لها معادي يقول لها استقبليني، يقول لها استنيني في المكان كذا بغرض معين. طبعا ممكن يكون فور فان، او ممكن يكون عايزها تسيب البيت عشان هو يدخل البيت بتاعها ويسرق حاجه معينه، او عمل كابتشر للداتا اللي اليوزر عمل بيها اوثنتيكيشن لسيرفر معين مثلا، فبيحاول يبعتها تاني للسيرفر ده. طب الموضوع ده بيتم ازاي؟ عن طريق سيكونس نمبر. عن طريق السيكونس نمبر ده بيبتدي من صفر لحد رقم كبير كده، كل ما يبقى فيه داتا بتتنقل ما بيننا الرقم ده بيقعد يزيد. بقول لك ده رقم الباكت دي 1، ده رقم الباكت دي 2، ده رقم الباكت دي 3، وطبعا الطرف ده بيبقى مستني رقم معين. هو دلوقتي اخر حاجه استقبلها 3، هيستقبل بعد كده المفروض ايه 4. جه الهاكر ده بقى في النص كده وراح باعت له 3 تاني، باكت السيكونس النمبر بتاعها 3، هيقوم عامل لها دروب، هيقول لك لا ده انا لسه مستقبل 3، ازاي تبعت لي 3 تاني؟ يبقى دي فيها غلط. وبكده انا حققت موضوع الانتي ريبلاي ده، ان ما حدش يقدر يخش في السيشن اللي انا عاملها دلوقتي ويقدر يبعت لي اي داتا كده وانا استقبل الداتا دي واعمل فيريفاي عليها. ده طبعا بجانب الانتجريتي والكونفيدنشاليتي اللي هتتحقق في الفي بي ان، واللي برضه هقدر اتاكد منها ان الداتا دي غلط، ان اليوزر ده بعت لي داتا غلط، مش دي الداتا اللي المفروض استقبلها. فانا الفيديو يكون عجبكم، كان معاكم محمد، ما تنسوش اعملوا سبسكرايب، وفي استبيان تحت لو عايزين نتكلم في موضوع معين. سلام.